شارك سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمقر وزارة الخارجية اليابانية في مراسم تبادل المذكرات الرسمية بين مملكة البحرين واليابان حول تأسيس المجموعة البحرينية اليابانية للتجارة والاستثمار. جاء ذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد الاقتصادي والتجاري إلى اليابان، ووقع على تبادل المذكرات عن جانب مملكة البحرين سعادة السيد أحمد محمد الدوسري سفير مملكة البحرين لدى اليابان، وعن الجانب الياباني سعادة السيد ناغاوكا كانسوكي مساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة خارجية اليابان. ويأتي تأسيس مجموعة العمل تفعيلا لمذكرة التفاهم حول المشاورات السياسية الموقعة على هامش الزيارة التاريخية لجلالة ملك البلاد المعظم إلى طوكيو في أبريل عام 2012. وفي هذا الصدد أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة بأن مملكة البحرين واليابان تربطهما علاقات ثنائية راسخة ومتطورة، منوها بالدور الكبير للدبلوماسية النشطة في توطيد عرى التعاون الوثيق بين البلدين الصديقين ودفعها باتجاه تطوير العلاقات القائمة خصوصا الاقتصادية منها. وتهدف مجموعة العمل إلى تعزيز بيئة الأعمال للتجارة والاستثمار في كافة القطاعات.